طيب السلام عليكم شباب. احنا اعتقد وصلنا عند هذا المثال لكن ما كملنا يعني. وكنا انه هذه الامثله من الامثله المهمه انها لانها بتجمع بين مبدعين، مبدا اللي كنا نتكلم عنه في السابق اللي هو علاقه الاجسام او حركه الاجسام ببعضها، زائد استخدام الكيناتكس principles اللي هي نعمل free body diagram ونحط القوة على الجسم، لكل جسم على حدة. السؤال بس نذكركم فيه بأن two blocks shown starts from rest. هذه الكلمة start from rest مهمة جدا، يعني إذا بدنا نعرف شو معناها start from rest. And the horizontal plane and the pulley are frictionless. برضو هذا الكلام لازم نعرف شو معنى frictionless، إنه ما عندنا قوة احتكاك. And the pulley is assumed to be of negligible mass. Negligible mass يعني negligible إنه الكتلة لهذه البكرة قليلة مقارنة مع الكتلة الجسم B، ولذلك يمكن إن يعني نعتبره صفر. Determine the acceleration of each block. بدنا الacceleration لA والacceleration لB and the tension in the cord. طبعا احنا بنبدأ من rest، بنبدأ من صفر، حركة الصفر. بعد فترة بده يتحرك الأجسام، فكديش الأكسلريشن لكل واحد منهم كيف يتحركوا، وكذلك التنشن في الكورد. ولاحظ انه كمان التنشن هون ما حكى لي تنشنز بلغة الجمع، ولكن تنشن يعني انه عندنا تنشن واحد في الكورد، بمعنى انه الكورد في جميع الأماكن هنا وهنا ونفس الشيء التنشن بيكون the same. طيب يا شباب، هذا هو المطلوب الأول، المطلوب منا من هذا السؤال. وكنا في كثير من الحالات لما نصل إلى سؤال مثل هيك لازم نرسم الـ X والـ Y axis بالاتجاهات اللي احنا بدنا إياها موجبة. يعني احنا الحركة راح نتوقع أنها تكون لليمين، صح ولا لا؟ بالنسبة لبلوك A راح يتحرك لليمين، وبلوك B راح يتحرك إلى أسفل. فبناخذ هذه الحركات، هذه الاتجاهات موجبة بهذه الإكس والواي أكسس. طيب يا شباب، الشغلة الثانية إنه بما إنه إحنا الآن نتكلم عن كيناتكس، القوى كلها لازم ناخذها بعين الاعتبار، الأوزان ناخذها بعين الاعتبار. هذا يعني يجبرنا إنه نرسم حاجة اسمها فري بودي دياجرام مشان منها نتعرف على كل القوى، مشان يعني ما نسقط اي من القوى من الحسبان. طيب يا شباب، فاحنا خلينا نشوف استراتيجيه الحل. نقول رات ذا كينيتيك ريليشن شيب فور ذا ديبندنت موشن. طبعا حركه الجسم A وحركه الجسم B متصلات مع بعضهم عن طريق الكيبل، فمن المهم بمكان انه نكتب العلاقه بينهم عن طريق طول الكيبل. يعني قديش طول الكيبل ان تيرمز اوف X A in terms of Y B. راح نشوف بعدها write the equation of motion. طبعا هذا بعد ما نعمل free body diagram. طيب الشباب، وبعدها بنحل الأمثلة. خلينا نجي على أول شغلة إنه نكتب هذا اللي هو X وال Y axis باتجاه الموجب اللي أنا بدي إياه. الآن بنكتب العلاقة بين الجسمين عن طريق طول الكيبل، وإحنا كتبنا لكم إياها في السابق. كنا إذا أخذنا الكيبل يعني حطينا هنا هذا reference، حطينا هذا reference وهذا reference، بمعنى إنه المسافة من هون لهون هذه XA، والمسافة من هون لهون YB، هذه YB، وهنا XA، هنا XA. فإحنا شو كنا؟ انه في عندنا XA زائد YB، طبعا توايس، فبصير عندنا 2YB equal constant. طيب شباب، وبعدها بنعمل الديفرنشيشن. كنا هذا بيعطيني ال VA زائد 2VB is equal zero، وبعطيني ال AA زائد
2AB equal 0. معنى ذلك إنه الAB يساوي minus AA over 2. مش هيك؟ كل متابع هيك يا شباب؟ طيب هسا احنا لو بدنا نيجي، احنا قلنا لكم اذا في حالات مثل هيك لما تكون الحركات متعامده مع بعض، بس في هذه الحاله بنسقط السالب. ليش؟ لانه ما في علاقه بينهم، الاثنين ما بيتحركوا بنفس الاتجاه، يعني ما هو vertical position، ولا اثنينهم بيتحركوا باتجاه متعامد مع بعض، لذلك السالب ليس له مكانه هنا، فلذلك بنسقط السالب، فبصير عندي ال AB يساوي AA over 2. طيب يا شباب، وهذا اللي وجدناه هون. طيب يا شباب، طبعا هذا له علاقة لما نكتب علاقة القوى مع بعضها عن طريق الـ equation of motion، نستخدم AA ونستخدم AB، فهذا من الأمور، بس احنا حبينا نبين هذا الأمر. هسا احنا بدنا نشوف بما انه كتبنا العلاقة ووجدنا يعني منين اجت العلاقة هذه اللي هي AB is equal half AA مش minus half AA. الآن بدنا نرسم الـ free body diagram لكل واحد من هذه القوى، لهذه الأجسام. ولاحظ الـ A القوى المتأثرة عليه اللي هي الوزن، وعندنا النورمال رياكشن. دائما تنساش انه اي جسم بيرتكز على سطح لازم يكون في عندنا رد فعل. ماشي؟ انت الان جالس في مقعدك، وزنك لتحت، وفي رد فعل من الارض على الكرسي من خلال الاربع ارجل هذه، في عندنا رد فعل يساوي الوزن تبعك، واضح؟ وبما انهم متساويات ما في حركه. طيب شباب، فصارت عندنا الدبليو اي والان، هذول القوى المتعامده، وفي عندنا التنشن للكيبل، لانه الكيبل بيسحب باتجاه اليمين. ففي هذه الحالة في عنا الثلاث قوى هذه تساوي هذا الفري بودي دياجرام يساوي ماس تايمز اكسلريشن. يعني بدنا محصلة هذه القوى تساوي ماس تايمز اكسلريشن. طبعا احنا المحصلة اللي بدنا نقول عنها هي المحصلة باتجاه الحركة. طيب شباب، فصار عندي الآن summation of fx equal ماس تايمز اكسلريشن، والتي 1 باتجاه موجب يساوي الماس ل A is equal times acceleration. لاحظ انه هذه المعادلة ما بنستطيع حلها لانه التي 1 مجهولة والـ A 1 مجهولة، فبدنا ندور على معادلة ثانية اللي هي لها علاقة في الـ B. طبعا الحركة العمودية بتقدر تقول الآن الـ N minus W is equal 0، هذه ما بتودينا إلى أي حل، يعني ما بتعطينا أي فائدة من كتابتها. فخلينا نشوف للبي. البي طبعا لاحظ هون حطينا مش تي 1، حطينا تي 2. القوة بالتنشن، طبعا تي 2 هي القوة في هذا الكيبل، هذا الجزء من الكيبل التي 2، واضح شباب؟ تي 2 اللي هي تساوي twice تي اي، واضح؟ هسه نشوف كيف علاقة التي 2 مع التي اي. المهم عندنا القوة للأعلى اللي هي التنشن زائد القوة اللي هي تمثل وزن البلوك إلى أسفل، هذا السيستم يساوي ماس تايمز اكسلريشن. فصار عندي الام جي الام بي تايمز جي ماينس تي 2 از ايكوال ماس تايمز اكسلريشن. لاحظ هنا اخذنا تي 2 رغم انها الى اعلى اخذناها سالبي. ليش؟ لانه هذا بهذا المنطق احنا اشتغلنا. اشتغلنا انه اذا كانت الاسفل بتكون موجبه، فصارت الام جي للبي هذه ماينس تي 2 از ايكوال ماس تايمز اكسلريشن. لاحظ هنا كمان تنتبه، هنا كمان انتبه للاتجاه. اذا كان الاتجاه بنفس يعني اتجاه الحركه احنا راح نشوف، يضطرب اتجاه الحركة راح يكون لأسفل، لذلك AB برضو راح يكون لأسفل، لذلك هو موجب. طيب شباب، هذه المعادلة لاحظ بقدر أعوض للـ M times G، بس عندي برضو معادلة، في عندي مجهولين اثنين جدد مش
زي هذولا يعني. هنا عندنا تي 1 وعندنا اي اي، وهنا عندنا تي 2 وعندنا اي بي. لكن لو تلاحظ قبل شو كنا احنا، اي بي مع اي اي لهم علاقة مع بعض. يعني انا عندي كم مجهول، اذا غيرت هذه الاي بي بقيمة الاي اي بصير عندي ثلاث مجاهيل، ثلاث مجاهيل مع بعض، اللي هي التي 1 والاي والتي 2 والاي اي. واضح؟ هسه بدنا نشوف شو العلاقة طيب بين التي 2 وبين الاي. لو حطينا هذه في البكرة، طبعا لو مش كنا احنا البكرة ما لهاش كتلة، او نعتبر انها كتلتها يعني صفر. فلاحظ انه الجهتين للكيبل بشدوا البكرة الى اعلى بنفس القيمة تي 1 تي 1، وعندي تي 2 الى اسفل. فاحنا بنقدر نقول نفس القضية يعني في البكرة، summation of fy is equal mass times acceleration، والتي 2 لاسفل موجبة minus 2 تي 1 is equal 0. معنى ذلك انه التي 2 is equal twice T1. واضح؟ هسه بنعوض بدل ال T1 بدل ال T2 في هذه المعادلة اللي احنا كنا عنها. هذه المعادلة بدناش ال T2 هذه، بنعوض بدلها بقيمة ال T1، يعني نحط 2T1 هون، فصار عندنا معادلتين مجهولين. واضح شباب؟ الآن يا شباب شو اللي صار؟ إنه هاي طبعا المعادلات، هاي المعادلة الأولى، هاي المعادلة الثانية للبكرة للبي. فظل عندنا بدل ال بدل الـ AB هنا حطينا بدلها half AA، وبدل الـ T2 هذه نحط قيمة الـ T1، يعني نحط twice T1. فصار عندي 240 هذه المعادلة، 2940 نيوتن minus 150 لأنه عنده 300 divided by 250 كيلوغرام، minus 2 times T1 لأنه T1 تساوي هذه القيمة. واضح؟ minus 2 times T1 is equal 0. لاحظ المعادلة هذه فيها مجهول واحد، هذه الـ N يعني نيوتن، مش لـ N يعني بدناش نخربط بين الـ N لنيوتن وبين الـ N normal reaction. طيب شباب، فطلع عندي الآن من المعادلة بقدر أجد قديش الـ A1، الـ A1 هذه قيمتها، والـ A يعني AA هذه قيمتها، والـ AB طبعا تساوي half of that، والـ T1 ما يعني T1 و T2 خلاص يعني بصير عملية تعويض مباشرة في لإيجاد قيمة التنشن. نروح للمثال التالي. هذا مثال الشباب بده تركيز من الجميع مشان نعرف كيف نتعامل مع عدة سيناريوز لأجسام تتحرك بحركة مرتبطة. الآن طلع لي على الصورة الآن، وقبل ما نقرأ السؤال، إذا صارت حركة مين اللي راح يسببها؟ يعني انا حطيت بلوك هذا A، وعلى سطحه حطيت بلوك B، فبلوك B تحرك، هل بتحرك A ولا لا؟ طب اذا كان هذا ملس ما في عندنا فريكشن، ما عندنا فريكشن هنا وما عندنا فريكشن هنا، بتحرك A ولا لا؟ بتحرك A. شو اللي بيسبب حركته؟ حركة B. يعني حركة B بما انه B لها وزن الى اسفل، B لها وزن الى اسفل، الكومبوننت لوزن B في له كومبوننت باتجاه اليمين، فبتدفع كأنك انت بتدفع في A الى اليمين، بيتحرك A. فالحركة الان صارت B و A بتحركوا مع بعض. طيب هل العلاقة بينهم مرتبطة ولا العلاقة مستقلة؟ بمعنى هل A حركة B أقصد إلها علاقة في حركة A؟ في إلهم علاقة مع بعض، لأنهم اثنين يعني زي واحد يعني mounting on top of another. واضح شباب؟ لو أنه الحركة لB مستقلة إن كان يعني ما بتأثر على A. فإحنا الآن بدنا نجد الرابط بينهم، ما في كيبل الآن، ما في كيبل للحركتين. فلذلك أنا شو بدي أقول، إنه كل واحد فيهم هذه A بدها تتحرك باتجاه اليمين، ما في حركة ثانية، صح ولا لا؟ لكن B بتكون محمولة على A، فB راح تتحرك لليمين وبنفس الوقت تتحرك
الى اسفل على طول امتداد سلوب، ففي عندنا حركتين لبي وحركه واحده الى اي. واضح شباب؟ بمعنى انه بي لها تسارع باتجاه اليمين لانها محموله على اي تساوي نفس تسارع اي. انت الان لما تركب السياره جسمك وجسمي بتحركوا مع السياره، فالتسارع بيكون نفس تسارع السياره، صح ولا لا؟ لو كنا في قاطره او في باص يمكن نتحرك ريلاتيف لهذا الباص، يعني كنت داخل الباص يمكن تتحرك داخليا، ففي عندك تسارع relative to the frame of the bus. طيب يا شباب خلينا نقرا السؤال. بيقول لي 12 pound block B. هذا 12 pound لاحظ وزن ولا كتلة؟ شو كنا عنه؟ وزن. ننتبه انه هذا 12 pound، فعندنا 12 pound block B start from rest، وهذه كمان مهمة جدا بالنسبة لنا. Start from rest يعني zero velocity to start with. Slides on a 30 pound swedge. برضو هذه 30 pounds شو هي؟ هذه وزن. Which is supported by horizontal surface. Neglecting friction. مرة ثانية. ما عندنا ميو. ما عندنا قوت احتكاك. Neglecting friction determine A. The acceleration of the wedge. طبعا الوجه احنا شو كنا؟ هذا هو الوجه. الاكسلريشن اوف ذا وجه بده يتحرك بس على طول الخط على طول السيرفيس الافقي، يعني في عندنا الاكسلريشن ل A هي عباره عن AX فور انستنت. اذا اعتبرنا انه الفريكشن مش موجود، يعني سهل علينا عمليا، سهل علينا نعمل فري بودي دايجرام، لانه احد القوى او قوتين راحين نتجاهلهم. ممكن هذا الامر ما يكون، بمعنى يعني يمكن اعيد صياغه السؤال انا واقول لك في عندي فريكشن بين A و B معامله 0.2، وبدك تهتم كيف نجد قوه الاحتكاك. يمكن اقول لك معامل الاحتكاك بين A وبين التيبل 0.3، بدك تاخذها بعين الاعتبار. احنا مشان تسهيل ما جبنا الفريكشن، فاحنا بدنا الشباب الان نجد اول ايش the acceleration of the wedge لحالها، وبعدين the acceleration of the block relative to the wedge. هذا ايحاء من السؤال انه في عندنا حركه مرتبطه مع بعض، يعني ما هي مستقله. طيب شباب خلينا نشوف الان طبعا استراتيجيه العمل بشرح لنا اياها، احنا شرحناها لكم. خلينا نشوف بدايه لا مش الفري بودي دايجرام، بدنا نشوف الحركات. قلنا انه ايش شو بصير؟ انه اي بتتحرك باتجاه الافقي فقط، ما لها حركه ثانيه، فبدنا نفترض انه التسارع تبعها المطلوب مني انه اي اي، واضح؟ لكن بي بما انها محموله على اي بدها تتحرك بنفس حركه اي. لاحظ ان بي لها تو كومبوننتس اوف اكسلريشن، اي اي زي هذه اللي انا محمولة عليها، وعندنا AB relative to A على طول الخط على طول السطح المائل. ما واضح يا شباب ليش حطينا هذا؟ وهذا مهم جدا الحقيقة، هذه هي المفتاح لحل السؤال. إذا أنت عرفت إنه هذول الحركتين مهمة موجودات بهذا الشكل، بقية السؤال بيكون سهل، لأنه عمليا احنا حددنا الحركات وحددنا اتجاه القوى اللي احنا بدنا نجمعها مع بعض مشان نكون الايكويشن اوف موشن. الايكويشن اوف موشن بدها تكون باتجاه الحركه. احنا مش كنا summation of forces equal mass times acceleration. اي acceleration اللي باتجاه الحركه، واي قوه القوه باتجاه الحركه. حددنا الحركه نقدر نحدد القوه. طيب يا شباب الان لاحظ انه انت ال AB يساوي AA plus AB relative to A، أو إنك بتقول لما نعرفها من قبل إنه الـ AB، يعني لو كتبت أنا AB relative to A نعرفها تساوي AB minus AA. رتبهم بالطريقة اللي بدك إياها، هذه الطريقة نفس الشيء، يعني حطينا لو حطينا الـ AA the other side بيطلع عندي اللي أنا شايفه. طيب شباب يعني مش شرط انك حتى تطلع على التكوينة الفيزيائية للحركة، ممكن بس عملية كتابة
الريلاتيف موشن بالطريقة اللي احنا تعلمناها انه AB relative to A is equal AB minus AA. لو قلت AA لو قلت A A relative to B هذه شو بتعطيني؟ بالضبط. يعني احنا هالصيات AA minus AB هذا ما يعني هذا ما بدنا اياه، احنا بدنا الاعلى. طيب الشباب هسا بالنسبة لهذا الموضوع معنى ذلك اني انا في عندي الحركة هذه مستقلة وبدي احتفظ في هذا في هذه العلاقة. الان بدي ارسم الفري بودي دياجرام لكل واحد من هذه الاجسام لحاله، واضح؟ مشان اشوف الكوع، مشان اشوف ايش مجموع الكوع. فلو اخذنا الفري بودي دياجرام للبلوك A، البلوك A يعني انت حاول يعني تتبع او تفيل احساس الكوع اللي راح تتأثر عليه. هي عبارة عن الوزن، كل جسم طبعا احنا الاوزان هذه مهمة جدا بالنسبة لنا، وما في اتجاه للوزن الا vertically downwards. في عنا two surfaces of contacts، ال N1 بيعطيني رد الفعل من سطح الافقي على بلوك A، وال N2 هو رد فعل السطح المائل على البلوك A. يعني هذه ال N2 هي تحمل اثر البلوك B على البلوك B، اثر وزنه. مش البلوك B محمول، البلوك A يعني بلوك B محمول على A، فعندك هناك ردة فعل. فهذا هو ال N1 وهذه ال N2، وزايد انه عندنا الوزن. هذه المجموعة بدنا نحاول نحلل الكوع تساوي ماس تايمز اكسلريشن، وفي عندنا اتجاه الاكسلريشن معروف فقط هو باتجاه الافقي. فبدنا نحلل هذه الكوع باتجاه الافقي مشان نقول سميشن اوف فورسز ايكوال ماس تايمز اكسلريشن. طب لو حللنا الكوع باتجاه العمودي شو بيعطيني؟ صفر. مجموع الكوع باتجاه العمودي لانه ما عندنا حركه باتجاه العمودي. طيب شباب قبل ما يعني نطلع على هذا، اول شيء تجاهل هذا الفري بودي دياجرام، خلينا نشوف نركز على حركه A. لاحظ في عندنا summation of fx equal mass times acceleration، ففي عندنا القوه هذه عموديه فما لها اي اثر على لحركه A. ما لها اثر ليش؟ لان ما بقدر احلل ال W وال N لانهم عموديه، صح ولا لا؟ فما لهم components باتجاه الحركة الأفقية. الشيء الوحيد اللي له component إيش هو؟ الـ N1. الـ N1 بإمكاننا نحللها لحركة عمودية وحركة أفقية، واضح شباب؟ هذا تحليلها حركة عمودية وحركة أفقية. الحركة هذه عبارة عن N1 times sine 30 لأنه هاي الزاوية 30 بتكون، فـ N1 times sine 30 اللي هي الحركة أو الكومبوننتس باتجاه اليمين. طبعا الحركة باتجاه اليمين موجبة is equal mass times acceleration. هذا الكومبوننت ال N1 times cosine 30 ما إلها دور في حركة الجسم إلى اليمين، فصارت عندنا هذه أول معادلة باتجاه الأفقي. باتجاه العمودي طبعا في عندنا ال N2 وعندنا W، نرجع لهم فيما بعد. بس لو بدنا يعني ناخذ شوف ال N1 times sine 30، sine 30 is equal 0.5 times N1 is equal WA times divide by G times AA. طبعا ليش احنا حطينا WA divide by G؟ لانه معطي معنا الوزن ل A، فبدنا لازم ننتبه ما نستخدم الوزن، نستخدم الكتلة في حالة إيجاد الطرف الثاني mass times acceleration. طبعا هذا كله معروف، هذا معروف لأن ال N1 ما هو معروف وال AA مش معروف، في عندنا مجهولين شباب. طيب خلينا نشوف باتجاه يعني خلينا نطلع على ال B والفري بودي دياجرام لبي. لاحظ ال B لما رسمنا ال B بإمكانك أنت تحول الـ X والـ Y axis بالاتجاه الحركي لـ B، أو بإمكانك تحتفظ
في الاكس والواي اكسس اللي انت اعتبرتهم لاي. بس اسهل يعني اسهل ان يعني نرسم اكس واي اكسس لبي باتجاه الحركه ومتعامد مع الحركه لبي. واضح؟ فلاحظ احنا سلوب باتجاه الاكس والواي متعامد عليه، وحطينا القوى دبليو بي وعندنا ان 1، ما في شيء الا هذول القوى. يعني بامكانك طبعا تعكس، تحط الاكس بهذا الاتجاه. نعم نعم، بامكانك تعتبر الاكس لتحت موجب، ما في خلاف على هذا، بس بدك تنتبه يعني للموجب والسالب حسب اللي انت بتحطه. مش معنى ذلك اني انا بقدرش احل السؤال اذا احتفظت في الاكس والواي اكسس هذه. تقدر تحل السؤال، بس عمليا مشان تخفيف او تقليل تحليل القوى الى اكس واي اكسس، هذا افضل من استخدام الاكس والواي اكسس اللي استخدمناها لاي. فبنستخدم الاكس والواي بهذه الطريقه، والقوى اللي كنا عنها هي عباره عن دبليو بي وهذه ان 1 ايكوال ماس تايمز اكسلريشن. لاحظ كيف نقلنا انه الاكسلريشن هون، نقلنا الاكسلريشن في هذه النقطه ونقلناها للجسم، هي نفس هذه ونفس هذه ماس تايمز اكسلريشن. طبعا بنحط الاكس واي اكسس زي ما احنا شايفينها. الان بدنا نحلل القوى باتجاه الحركه، والحركه قسمين. الان حركه على طول الخط، على طول السطح المائل، وحركه افقيه. ماشي، هذه عندنا حركه وهذه حركه، كل واحد منهم نقدر نكتب معادله لها. يعني لو حطينا ام بي تايمز اي اكس، يعني لو حطينا او اعتبرنا هذه الحركه وهذه الحركه، يعني بدل ما نقول هذه اي واي لاي اي بهذا الاتجاه، هذا بهذا الاتجاه، انا لو اعتبرت الحركه على طول خط الاكس هنا وعمودي على الاكس، برضو بقدر احسب بقدر يعني اكتب معادلات في هذا الاتجاه. في عندنا الام بي تايمز اي اكس باعتبار انه البي راح يتحرك باتجاه الاكس تبعته، ام بي تايمز اي اكس از ايكوال ام بي تايمز الاي اكس. لاحظ بدك تحلل هذه باتجاه الاكس، فصارت عندي ام بي تايمز اي اي كوساين 30 بهذا الاتجاه. يعني احنا بنحلل الحركه هذه الحركه، شايف يا شباب، هي عباره عن اي اي تايمز كوساين الزاويه، فصارت عندي اي اي تايمز كوساين. هذه الاي اي تايمز كوساين منين جت؟ من تحليلنا لهذه الحركه. والاي بي ريليتيف تو اي راح تكون باتجاه معاكس لها، لذلك حطيناها سالبه. يعني هذه المعادلات ليست يونيك. بمعنى ايش ليست يونيك؟ يعني مش الاونلي، نوت ذا اونلي ايكويشن يو كان دو. يعني يو كان تشوز ويتش ايفر سيستم يو وانت تو ابلاي. يو كان ابلاي ذا اكس اند واي اكسس بهذا الاتجاه، او يو كان ابلاي ذا اكس وال واي اكسس اللي احنا فرجناهم هنا في هذا الاتجاه. يعني الاكس بيكون باتجاه السلوب والواي متعامد معه. ففي هذه الحالة أنا مضطر إني أحلل الحركة والقوى بالاتجاهات اللي أنا افترضتها، X موجبة لأعلى و Y موجبة برضو متعامدة عليه. فصار عندي الـ M للـ B times الـ acceleration باتجاه الـ X. الـ acceleration باتجاه الـ X إلها two components، واحدة سالبة اللي هي على طول خط الـ X axis اللي هي A B relative to A، وفي عنا الـ AA نفسها بدنا نحللها، فصارت AA cosine 30. الآن القوى اللي على اليمين، يعني احنا الآن وجدنا الطرف الأيمن، بس الطرف الأيسر للمعادلة اللي هي summation of forces لسه ما وجدناه. ففي عندك الآن قوتين بتأثرن على B، القوة الأولى N1 متعامدة مع السطح، والقوة الثانية بتعمل زاوية. فأنا إذا بدي أتكلم عن الحركة باتجاه الأكس، بدي أحلل هذه القوة باتجاه الأكس. يعني صار عندي تحليل القوة باتجاه الأكس، يعني بدي أحلل هذه الزاوية، هذه القوة في إلها components في هذا الاتجاه، وفي إلها components متعامد معه. واضح شباب؟ قوة متعامدة مع السطح. طيب شباب، يعني بدي أحلل هذه القوة إلى تنتين، فصار عندي ماينس دبليو بي ساين 30 اللي هي الحركه باتجاه
او القوه اللي باتجاه معاكس للاكس اكسس اللي هي هذه ماينس دبليو بي ساين 30 وما في شيء ثاني لانه الباقي كله متعامد از ايكوالز تو الام بي اللي هي دبليو بي على جي تايمز الاكسلريشن. طيب يا شباب الان من هذه المعادله تقدر تاخذ قديش يعني من المعادله من ننقل كل شيء على الطرف الثاني فصار عندي ال A B relative to A is equal A A times cosine 30 plus G times sine 30. يعني هذه المعادلة هي نفسها هذه المعادلة. هذول المعادلتين هما نفس ال بس أنا فصلت ال A B relative to A. طيب يا شباب الآن لاحظ هنا ال A B relative to A ما بقدر أنا لسه يعني لأنه ما بعرف ال A A ففي عندي المعادلة هذه ما زالت غير قابلة للحل لأنه عندي مجهولين. الآن لو أخذنا تحليل القوى باتجاه متعامد مع السطح للبي صار عندي summation of Fy is equal mass times acceleration باتجاه الواي واللي هي اتجاه الواي لاحظ الحركة باتجاه الواي acceleration باتجاه الواي نعم acceleration باتجاه الواي شو هي بدك تحلل هذه القوة احنا كنا تحليل هذا الاكسلريشن في عنا اكسلريشن بهذا الاتجاه واكسلريشن متعامد واضح شباب هذا الاكسلريشن هو ال A ال MB times AY يعني عندي ال AY is equal MB times A sin 30 وعند ماينس لانه باتجاه معاكس للواي فصارت هذه هي هذه الكومبوننت واضح شباب هذه الكومبوننت لتحت هي AA sin 30 times MB is equal للقوى طبعا تحليل القوى is equal to N1 minus WB احنا كنا هذا ال WB في له كومبوننت لتحت فصار عندي N1 موجب minus WB cosine 30 is equal mass times acceleration واضح شباب هسا صار عندي الآن مع كم معادلة في عندي هذه المعادلة في عندي هذه المعادلة وفي عندي هذه المعادلة وكم مجهول عندي ثلاث عندي ال N1 عندي ال AA وعندي ال AB relative to A فثلاث معادلات ثلاث مجاهيل نقدر طبعا نتعامل معهم ب تعويض طبعا نعوض بدل ال N1 اذا بدك يعني تختصر ال N1 عدة طرق للحل نختصر ال N1 ومنعوض بدلها هذه ال N1 هون لو ضربت هذه في 2 ضربنا هذه في 2 شو بصير عندي وضربنا هذه في 2 طبعا فصار عندي N1 is equal to 2 يعني هذه قيمة ال N1 هذه قيمة ال N1 اللي انا بدي اياها هون هذه ال N1 هي هاي minus WB cosine 30 is equal minus WB على G times A sine 30 منها المعادلة هذه الشباب ما عنديش إلا مجهول واحد اللي هي AA فال AA is equal G times WB cosine 30 على 2WA plus WB sine 30 وبعدها تعويض مباشر طبعا ال يعني عندك القيم للأوزان موجودة في السؤال الـ WA والـ WB فمن هذه المعادلة بيطلع عندي A is equal 5.07 foot per second squared بعدها خلص يعني الباقي كله fit in place بعدها يعني نجد الـ AB relative to A لأنه المعادلة السابقة بتعطيني العلاقة بينهم فبس بنعوض قيمة الـ AA اللي أنا وجدتها هذه القيمة ونجد قديش AB relative to A حتى بإمكانك تجد قديش قيمة الـ N طيب يا شباب سؤال هذا أنا بدي إياكم تراجعوه لأنه المهم جدا نفهم يعني هي mathematical manipulation اللي هي راحت يعني يمكن تضغط عليك بحيث أنك تشوف يعني إذا أنت بتستطيع تتبع حل يعني في عندك أكثر من skill involved أول إيش كتابة المعادلات الرياضية بشكل صحيح والموجب باتجاه الموجب والسالب باتجاه الموجب السالب فكتابة المعادلات الرياضية مهم ح
حل المعادلات الرياضية مهم، تأخذها stage at a time، يعني خلي عندك objectives في حل الأسئلة. الobjective الأول إني أرسم the free body diagram correctly، هذا objective، هذه أحد المراحل اللي أنا بدي أحل فيها، إني أرسم the free body diagram بشكل صحيح. الobjective الثاني إني أحدد الحركات الموجودة بشكل صحيح. يعني إحنا في هذا السؤال في عنا حركة باتجاه الأفقي وحركة باتجاه السلوب، ومش كل جسم بتحرك لحاله، فأنت تحديد اتجاه الحركات مهم جدا. فعند صار free body diagram لكل جسم، في عنا تحديد الحركات، بعدها العملية الباقية إنه استخدام نيوتن سكند لو لكتابة المعادلات للحركة، يعني equation of motion. واضح شباب؟ اللي هي summation of F equal mass times acceleration بأي اتجاه بدك إياه. يعني أنا متأكد إنك أنت لو تحاول تحل السؤال بطريقة ثانية، حتى لو اختلفت الـ X والـ Y axis عن اللي احنا حطيناه، بإمكانك لو اتبعت الـ system بإمكانك تصل إلى نفس النتيجة. واضح شباب؟ فهذه الفيزز لازم نهتم فيها، انك ما تاخذ الامر بشكل اجمالي، خذه piece wise. يعني انا بدي احدد، وهذا ان شاء الله بنتبعه في عرض الاسئله عليكم. يعني الاسئله تعرض بالشكل التالي، يطلب منك في السؤال A ارسم الفري بودي دياجرام، وبيعطيك علامات. انا مش المفروض اعطيك اياها، بس يعني بنحاول انه في السؤال نتدرج في المتطلبات حتى انه يعني تسهل عملية الحل. فاي اكتب يعني ارسم free body diagram، b decide on the direction of motion، c write the equation of motion in every direction، and then find the values for acceleration and values for relative acceleration. طيب يا شباب، السؤال هذا يا شباب هو عبارة عن pendulum، وهذا pendulum يعني تطبيقاته كثيرة. في عندنا ماس M، والبندلم بيتحرك بهذا الكيرفيلينيا موشن. احنا كيرفيلينيا موشن كنا في لها دائما يعني اهتمام خاص، لانه في عندنا دائما بيكون عندنا اكسلريشن باتجاه التانجنت، وفي عندنا اكسلريشن باتجاه النورمال. واضح؟ هذه كيرفيلينيا موشن. البوب اوف 2 مترز بندلم، هذا البوب describes an arc of a circle، يعني هذه الحركة جزء من دائرة منتظمة. واضح؟ والradius تبع الدائرة يساوي 2 meters، and if the tension in the cord is 2.5 times the weight of the bob for the position shown، يعني لما كان الجسم هون في هذه النقطة، وجدنا أن التنشن في هذا الكورد يساوي 2.5 ضرب الوزن. أنا بجد الوزن قديش، وزن البوب هذا الكتلة، وفي هذه اللحظة التنشن هون يساوي 2.5 مضروب الوزن. طيب شباب، فلما نعمل free body diagram ننتبه لهذه. find the velocity and acceleration، عندنا هذا كان البوزيشن هنا 30، find the velocity and acceleration of the bob in that position، في هذا المكان عندما كانت الزاوية 30 بدنا نشوف كداش الفلوسيتي، وننتبه انه الاكسلريشن انها اكثر من كومبوننت في هذا المكان. طيب يا شباب، ففي هذا يعني كل هذا عمليا يعني سهل القضيه اذا بنعمل فري بودي دياجرام. الفري بودي دياجرام مهم جدا انك تحط الاوزان وتحط التنشن. لاحظ التنشن 2.5 ام جي، وهون الوزن، وما عندي شيء اخر. بس لاحظ هون شو حطينا هون، تحديد الحركه، يعني الاكسلريشن باتجاه النورمال واكسلريشن باتجاه التانجنت. وكل واحد من هذولا، يعني احنا لما نعمل عمليه التحليل للقوى، كل واحد منهم فورس تايمز اكسلريشن باتجاه النورمال وفورس تايمز اكسلريشن باتجاه فهذه اول وحده اف تي از ايكوال ماس تايمز اكسلريشن، والثانيه نفس الشيء اف ان از ايكوال ماس تايمز اكسلريشن. ما في شيء ثاني، يعني السؤال بسيط جدا، وان شاء الله انه يعني ما يعني يمثل اي اعاقه لكم. بس اهم شيء يا شباب، احنا بس على هذه السلايد نخلص، اهم شيء بعد ما نخلص الاي تي والاي ان ان نجد المحصله. يعني ما تسلم
بانه والله انا وجدت الاي تي، وجدت الاي ان وخلاص انتهى دوري. يعني عندنا الاي ان والاي تي، طبعا الاي ان از ايكوال في سكويرد اوفر ار، لازم هذا يكون جزء منها. وبعدها بنجد قديش، لما نجد الاي ان لقيمه الاي ان نجد نستخدمها باستخدام القانون في سكويرد اوفر ار، نستخدم الفيلوسيتي. طيب الشباب الله يعطيكم العافيه، شكرا لكم، السلام عليكم.